فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقرأ البعض سورة البقرة في البيت الجديد والمركب الجديد. هذه بدعة، ما ورد فيها دليل أن سورة البقرة تقرأ في البيت، ما ورد أنها تقرأ. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا أردت أن تطرد الشيطان فاقرأ القرآن في بيتك ومنه سورة البقرة. نعم. أما تجيب مسجل وتخليه يقرأ البقرة، ما يؤدي المطلوب. مسجل حديد وشريط، القراءة عبادة، لازم تكون من مؤمن ومن شخص يتلوها. نعم.